مرحبا حبايبي أصحاب برج الدلو، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح أقرأ توقعاتكم العامة. التوقعات راح تكون تشمل العمل، العاطفة، الصحة، على الصعيد الأسري، العاطفي، المرتبطين، المنفصلين، العزاب، حتى المطلقين سحبت لهم ورقة حتى ما يزعلون من عندي، لأن دائما بالتعليقات يكتبوا لي التحديات اللي راح تواجهك، نقاط الضعف، نقاط القوة اللي موجودة عندك. القراءة طبعا تشمل البرج الطالع والشمسي والقمري، يعني اللي طالع دلو أو حتى القمري مالته برج الدلو ممكن تنطبق عليه القراءة، وإن شاء الله تنطبق عليكم جميعا، لأنه كلش قراءة إيجابية وحلوة ما شاء الله، وإن شاء الله تتحقق كل التوقعات اللي راح أقول لكم إياها. سووا لي لايك إذا عجبكم الفيديو، واشتركوا بالقناة إذا كنتوا ما مشتركين، وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات، وخلونا نبلش الفيديو. بداية برج الدلو، ممكن تكون تتعامل كنت تتعامل ويا شخص من برج العقرب. برج العقرب هذا أشوف إنه هو من النوع اللي عنده نوع من العصبية الهجومية. هذا الشخص ممكن يكون قد ما تحاول تبني وياه، أو مو شرط يعني برج العقرب، whatever يعني أي ساين ثاني عادي، لأن الناس أكو تسأل بالأبراج تقول مو هذا البرج. فالأبراج هي الفئة محددة من عندكم اللي يتعاملون ويا الشخص اللي برجه أقوله، يعني بالذات القراءة ممكن تنطبق عليهم أكثر من عندكم أنتو. فأشوف أنه أنت مريت بصدمة عاطفية، ممكن تكون حتى صدمة بصعيد العمل، ممكن تكون انفصلت من عمل، تركت عمل صار لك فترة، أو طلعت من عمل بظلم، أكو شخص خرب عليك بشغل أو حتى بعلاقة وأدى إنه هاي الشغل أو العلاقة تنتهي وتنهد. أشوف أنت طاقتك بالفترة الحالية عندك نوع من الغضب، ممكن تكون ده تمر بمشاكل، مشاكل مادية، مشاكل عائلية، مشاكل على الصعيد العاطفي بالنسبة للناس اللي علاقتهم بعض منهم، أشوف علاقة مهزوزة بيناتكم. فأشوف أنت عندك طاقة غضب كبير بالفترة الحالية، طاقة تعصب، وصاير عندك عناد عنيد جدا انت بالفترة الحالية. ممكن تكون تتعامل ويا شخص من برج الثور. برج الثور اللي انت تتعامل وياه هذا شخص ممكن يكون ما يتقبل النقاش، لان هو بعد برج الثور هو ينطبق المثل بيه بالعناد. فاشوف ان انت تتعامل ويا شخص عنيد جدا، شخص ما يهتم بمشاعرك، كان شخص بالنسبة لك متعب، شخص دائما من تحكي وياه يخليك توصل الى مرحلة الانفجار من كثر الضغط اللي يضغط عليك. اشوف اكو شخص ضاغط عليك بالسابق كان هواية، وهذا الشخص قلت لكم ممكن يكون برج الثور او حتى برج الميزان. فهذا الشخص تعبك هواية بحياتك، ممكن تكون انفصلت عنه او بالفترة الحالية انت بحالة انفصال. اكو قناع سقط من شخص موجود بحياتك، وانت بالفترة الحالية مو متعب من تصرفات هذا الشخص او حتى من حقيقته. ممكن يكون كان غاشك ببيت حلو، منظر حلو، يعني ظاهر حلو، ولكن جوهر هو ما كان جوهر نظيف، ما كان جوهر جميل، يعني هو فقط مظهر خارجي. فأنت اكتشفت على حقيقته، ومن اكتشفت على حقيقته هذا الشيء سبب لك صدمة كبيرة بحياتك، وخلى أمورك كلها يعني تتبعثر من بعد حيرة أنت كنت بيها، من بعد تردد كبير اتجاه قرارين أو حتى شخصين. ممكن تكون عندك مشاكل عائلية قاعد تحاول تصلح بين شخصين أو حتى بينك وبين شخص. فأشوف كنت ماخذ هدنة، عندك وضع الهدنة ويا هذا الشخص، ولكن من كثر ما ضغط عليك انت صار عندك نوع من الانفجار، فانت انفجرت على هذا الشخص وصار بيناتكم كلام جارح، تجريح بالكلام، وادى هذا الشيء الى مشكلة بيناتكم، سببت انه يصير بينكم زعل او حتى فراق او انفصال لبعض من عندكم. اشوفك انت يعني حاكي بصراحة، من بعد فترة خذت سكوت وتهتم للمشاعر وانفجرت، قلت لك عندك هنا طاقة البركان، بركان وانفجرت، كانت عندك بركان من الغضب بداخلك و فجرت على هذا الشخص ووقفت العلاقة بيه، قطعتها، صار عندك كلام مواجهة بصراحة بينك وبينه. إذا كنت منتظر مواجهة من هذا الشخص اللي أنا يعني قاعد أحكي عليه، فالمواجهة راح تكون موجودة خلال أسبوعين منا، يعني من تاريخ ما أنت تشوف الفيديو أسبوعين أشوف المواجهة راح تكون بينك وبين هذا الشخص، راح يصير كلامه بصراحة، وراح يعتذر منك هذا الشخص من بعد ما يعرف غلط. هسه هاي الطاقة العامة قلت لكم ممكن تكون على الصعيد العاطفي والأسري، وممكن تكون على الصعيد العملي انه انت انفصلت من عمل بسبب العصبية الزايدة، ممكن شخص بالعمل ضغط عليك هواية وصارت مشكلة بينك وبينه،
وهذا الشيء أدى لأنه أنت انفصلت من العمل وطلعت، هذا كله يعني خليه بالماضي، خليناه الـ Wheel of Fortune يعني عجلة الحظ، طلعت لك أول ورقة الشيء اللي توج هاي السنة، أنت عندك الحظ كله وياك، أي خطوة شتى تريد تقدم عليها ابدأ بيها، تشتغل عليها بهاي الفترة، عندك وضوح، عندك مخاوف كانت بالسابق أشوف راح تتخلص من عندها، الأوهام اللي كانت موجودة، حتى الأمور اللي مضمومة عليك عندك وضوح، راح تنكشف لك هواية أمور، هواية أسرار، ممكن حتى هواية أقنعة، سقطت الأقنعة خلاص، أكو هواي ناس بحياتك كانوا لابسين أقنعة، سقطت الأقنعة من عندهم، ممكن يكونون من العائلة، ممكن حتى يكون شريك عاطفي لبعض من عندكم، عجلة الحظ وياك، وطبعا طلعت لك وياها الناين اوف بنتكل، فأوضاعك المادية راح تتحسن تحسن كبير، انت نفسك راح تتفاجئ من عنده. البعض منكم اشوف اللي عنده عمل ثابت، اكو عمل ثاني تركيزك على العمل كبير جدا، راح تشتغل بدال الشغلة شغلين وثلاثة حتى تحقق استقرار مادي، وعندك هنا ورقة الناين اوف بنتكل والتين اوف بنتكل، فانت عندك تقدم من 9 للـ10، أمورك أشوفها بالعمل، أمورك المادية، أمورك حتى العاطفية العائلية كلها في استقرار تام. على الوضع العام يعني الطاقة العامة، أنت بلشت تعرف هواي ناس على حقيقتهم، بلشت إن التعب اللي تعبته بالسابق، المشاكل اللي كانت عندك كلها، الأمور اللي كانت متعلقة طاقة الحظ طلعت وياك الويل أوف فورتشن، أمورك كلها راح تبلش تتغير، تغييرات كلش سريعة راح تصير بحياتك. وعلى الصعيد المادي بالأخص قاعد أشوف البعض من عندكم عنده نجاح على صعيد العملي، أو حتى إذا كانت البعض الناس اللي عندهم دراسة أشوف أكو نجاح، أكو انتصار، أكو تقدم، أكو شيء بعملك أنت، إذا كانت أنت بمجال داخل مجال عمل معين وقاعد تحاول تطور بيه، راح يتطور هذا العمل اللي أنت بيه، وراح تنعرف وتنشهر بيه، وأكو ناس هواية راح تفرح لك بيه. عندك تقدم بالعمل، أمورك المادية في تحسن ممتاز، ممكن أول شهرين من السنة تكون الأمور يعني بها نوع من المعلقة، ولكن بها تحسن، يبدأ النصف الثاني من السنة توصل لمرحلة التين أوف بنتكل، يعني كل الأرباح اللي أنت منتظرها، أو حتى ناتج العمل، أو العمل اللي أنت ممكن تكون دخلت عمل جديد، أرباحها كلها تبين، أنت من نهاية السنة إن شاء الله راح تكون على الوضع المادي مستقر تماما ماديا، وأمورك كلها تمام، البعض حتى اللي عندك أسرة مثلا أمورك الأسرية استقرار مادي إلك ولعائلتك، قاعد أشوف كلش كبير من هنا لنهاية السنة، خاصة شهر 10، شهر 10 راح الأموال تبدأ تدور عليك من كل مكان. البعض منكم ممكن يكون منتظر إذا كانت عندكم ورث، أو حتى أموال منتظريها على شخص، صار لكم سنتين منتظرين، او حتى مشاكل تخص ورث، اشوف هذا المشاكل راح تنتهي ان شاء الله بهاي السنة، وراح تاخذ حقك، راح تاخذ ورثك، او حتى الاموال اللي كنت مديون يم شخص اشوفها راح ترجع لك هاي الاموال، وراح تفرح بيها، امورك المادية كل زينة ان شاء الله تتحقق عليكم، ماكو احلى من هيك اوراق تطلع للامور العملية والمادية، عملك اشوفه فيه تقدم، ولكن محتاج من عندك بعض الانضباط والتنظيم، حاول تنظم أعمالك، إذا قررت تشتغل شغلتين فحاول تنظم وقتك، توازن بين أعمالك وما تقصر، ولكن الحظ لا جانبك فلا تخاف ولا تقلق يعني. فبرج الدلو كل التوفيق لكم على الصعيد المادي إن شاء الله يا ربي، الله يرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون. على الصعيد الصحي أشوف عندكم شفاء موجود، أموركم الصحية تمام، ممكن تكونون شتوا قلقين اتجاه مشكلة صحية من شخص من العائلة، المتزوجين ممكن يكون الطفل عندكم بالعائلة مريض وشتوا شايلين همه، أشوف هذا الطفل عنده طاقة شفاء وفرحة عائلية راح تكون موجودة بشفاء هذا الطفل المريض، ما قاعد أشوف شي يخصكم، ممكن شي يخص العائلة يكون وتفر أي شخص من العائلة أنتم موجود يعني عنده مشكلة صحية أو أزمة كان مار بيها، أشوف عنده شفاء، أكو فرحة عائلية، أكو لمة حلوة، بعض النساء من برج الدلو اللي كان متأخر عليكم الحمل صار لفترة، أو حتى عندكم مشاكل بالحمل ما قاعد يتم، أشوف الزواج، أشوف عفو الحمل موجود عندكم بهاي السنة إن شاء الله، أكو عندكم طاقة حمل موجودة، طاقة ولادة طفل جديدة ممكن تكون موجودة، ممكن إذا أنت حامل وخايفة عندك مخاوف من الحمل، فأشوف الولادة راح تسهل إلك، وعندك فرحة بولادة طفل جديد راح يدخل للعائلة.
بالنسبة للأوضاع العائلية والأسرية، البعض منكم قلت لكم ممكن يكون صاير زعل بينك وبين شخص من العائلة أو حتى شريك. الزعل صار لفترة، ممكن صار لثمان أشهر أو 8 أسابيع أو حتى من الشهر الثامن. هذا الزعل موجود بينك وبينه، أكو خلافات اضطرت لأنه أنت أما أنت انسحبت بزعل أو هو زعل وانسحب من عندك. هذا الشخص قاعد أشوف أنه الأمور بيناتكم راح تبلش شوية شوية تهدأ، وإذا كنتم منتظرين عودة شخص غائب عليكم أو شخص مسافر، فأشوف العودة راح تكون بشهر الثامن إن شاء الله، راح يرجع هذا الشخص اللي مسافر أو حتى اللي ترككم ورحل يعني، وصار بينكم وبينه زعل. فأشوف ممكن تكون أكو بعض الخلافات العائلية تصير، ولكن الأمور تعدي بسرعة بسرعة، ماكو مشكلة كبيرة يعني. أموركم العائلية نوعا ما راح تكون مستقرة، ولكن لا تخلو من بعض اختلاف وجهات النظر والخلافات. أحلامك وتطلعاتك يا برج الدلو، هي أحلامك وتطلعاتك مبينة من الأوراق اللي موجودة، فأكيد يعني راح تكون لثري أوف بنتكل. أنت بالفترة الحالية قاعد تدرس مشروع أو حتى قاعد تدرس شراكة معينة، أو قاعد تحلم إنه تطور بشغلك، تطور أوضاعك المادية، تحسنها، تدخل عمل جديد، شراكة جديدة. فأشوف إنه أحلامك وتطلعاتك العفو إنه أنت تجد بالعمل اللي أنت موجود بيه وتكبر وتحقق نجاح، وراح تحقق إن شاء الله النجاح. فأنت مركز على عملك بصورة كبيرة بهاي السنة، أنت منطلق يعني، أنت راح تتقدم بكل قوتك اتجاه هواية أمور كانت معلقة بالسابق، كنت تأجلها دائما. هاي السنة هي سنة الانطلاق لك يعني، أنت راح تبدأ من هاي السنة تنطلق وتجمع الثروة لحد السنين اللي جاية اللي راح توصل بها لورقة التين أوف بنتكل، هو الاكتفاء المادي، ورقة الثروة، ورقة الاستقرار المادي. خلاص بعد انت امنت مستقبلك، امنت مستقبل اطفالك، ممكن حتى بيتك. فهاي سنة الانطلاق لك، حاول انه تستغل كل يوم من هاي السنة لانه الحظ بجانبك وموجود. فحاول تستغل هاي السنة بمشاريعك، بمعاملاتك، بعقودك. البعض من عندكم طبعا اشوف اذا كنتم منتظرين شراء بيت، فعندكم هواي اوراق تنقل وهواي اوراق شراء بيت، وايضا هنا طلعت لكم. ف إذا كنتوا ناويين تطلعون من العائلة تنتقلون البيت وحدكم، الانتقال موجود لأنه أساسا هي ورقة العائلة طلعت لي ورقة الانتقال. فأكو انتقال ممكن البعض منكم بسبب مشاكل عائلية وخلافات راح ينتقل إلى بيت جديد، يطلع من بيته وينتقل لبيت جديد. اللي صار لكم فترة تفكرون أو حتى صار لكم سنتين تحاولون تجمعون مبلغ حتى تشترون بيت، تشترون عقار، فأشوف الشراء موجود إن شاء الله بهاي السنة، خاصة شهر العاشر، وايضا ممكن تكون يعني الطاقه قبلها. اشوف اكو شراء بيت لكم بهاي السنه اذا كنتوا وانتوا صار لكم فتره تجمعون إلى، وممكن حتى يكون شراء سياره. اموركم الماديه اشوفها تمام التمام، كلها زينه، اموركم الصحيه، اموركم العائليه. خلينا ننتقل للوضع العاطفي. البعض منكم ممكن تتعاملون ويا شخص من برج هوائي او شخص من برج ترابي، شوية متباطئ بالحركة. هذا الشخص اشوفه ما قاعد يتقدم بالعلاقة، خاصة بالفترة الحالية قاعد اشوف هذا الشخص مركز على اعماله، مركز على الاموال، ممكن يكون هاملكم بصورة كبيرة. فممكن حتى هذا الشخص من يصير كلام بينكم وبينه او من يصير عتاب يتهجم عليكم هذا الشخص بسرعة ويجرحكم بالكلام. اشوف عندكم حد، الشخص ممكن يكون من برج هوائي او من برج ترابي. هذا الشخص قلت لكم عنده طاقة إهمال عالية تجاهكم، أنتم تعبانين من إهماله، تعبتوا من علاقتكم بيه. وبالفترة الحالية قاعد أشوف البعض منكم أما هو خلى حد لهاي العلاقة ونهاها، أو خلال أول أسبوع من السنة يعني أول أسبوع من هذا الشهر، أو بعد أسبوع من هالأسبوع راح تتخذ قرار أنه تقطع علاقتك بهذا الشخص اللي علاقتك بيه متزعزعة ما بيها ثبات. هذا شخص يوم موجود بحياتك ويوم مختفي، يوم اهتمامي بك زايد، يوم ما يهتم اصلا، وكل ما تحكي وياه هو عذره انه هو مشغول بالعمل بالعمل بالعمل. فاشوف انه هذا الشخص انت راح تخليه لحد وراح تقطع علاقتك بيه. هاي لبعض الناس اللي علاقاتهم متزعزعة، انت راح تتخذ قرار وقرارك راح يتوج، وقرار راح يكون صحيح، راح تبدأ بداية جديدة وراح تقطع هذا الشخص، تقطع علاقتك بيه من حياتك، أو حتى التواصل ممكن البعض منكم يكون سوى بلوك أو راح يسوي بلوك بالفترة الجاية. قراراتك طبعا بمكانها لأنه طلعت لك ورقة الإيس أوف وندز، بداية جديدة، القرارات الصحيحة، الانتصار حتى. فأنت راح تخلي الكارما تشتغل على هذا الشخص لأنه أساسا ورقة الكارما موجودة وياك، وهو راح يرجع بعدين
يحاول انه يصلح الامور، ولكن اشوفك انت ماخذ قرارك انه تقطع علاقتك بيه نهائيا. بالنسبة لحبايبي المرتبطين اللهم بلا حسد، اشوف البعض منكم اللي مرتبطين خاصة صار لكم 3 أشهر تفكرون بموضوع زواج او بترسيم العلاقة، البعض منكم قاعد يفكر بترسيم علاقة ممكن صار له 3 أشهر، اكو ترسيم للعلاقة، اكو علاقات حلوة متكافئة. حتى بالنسبة للناس العزاب وهسه داخلين بعلاقة جديدة صار لها 3 أشهر او 2 شهر، اشوف العلاقة متكافئة، الحب بيناتكم متبادل، العطاء بها متبادل، الثقة بيناتكم موجودة، هذا الشخص نيته جادة، عندكم زواج وارتباط بهاي السنة يا برج الدلو المرتبطين. اشوف انه خاصة اللي صار لكم فترة طويلة والامر كان قاعد يتأجل بسبب امور مادية، فاشوف اموركم المادية في تحسن، واكو تكافؤ بينكم وبين هذا الشخص، اكو عندكم احتفالات، اكو مناسبات حلوة، الناس اللي متزوجين اشوف بالبيت قلت لكم ممكن تكون عندكم فرحة بطفل جديد، ولادة جديدة تخصكم او تخص شخص من العائلة، المهم اشوف اكو مناسبات حلوة، اكو حفلات، اكو شراء منزل للبعض الناس المتزوجين اللي او حتى اللي يفكرون ينتقلون، مو شرط شراء منزل، فاشوف الانتقال بيناتكم موجود، والانتقال راح يكون بصالحكم واكثر استقرار لكم. عندكم حفلات، عندكم خطوبة او ترسيم العلاقة خلال اول 3 أشهر من السنة ان شاء الله، الامور المرتبطين راح تكون كلش حلوة، والله يسعدكم ان شاء الله بعض ويتمم لكم على خير. بالنسبة للناس العزاب والمنفصلين، اشوف انه اكو شخص من الماضي راح يرجع يتواصل وياكم، راح يحاول انه يرجع مرة ثانية من بعد ما هذا الشخص غاب عنكم فترة وانتو كنتوا شبه ناهين العلاقة بيه او حتى مفكرين برجعته، اشوف هذا الشخص خاصة اذا كان من برج الميزان او برج العقرب ايضا، هذا الشخص سبب لكم جروح بالماضي وهسه قاعد يحاول يرجع يعتذر لكم من جديد، اساسا عندكم طاقة اعتذار من شخص قلت لكم جرحكم سابقا بالكلام، صارت بينكم وبينه مواجهة وايضا طاقته هوائية، فهذا الشخص اشوفه راح يرجع مرة ثانية وراح يحاول يعتذر من عندكم ويبدأ وياكم بداية جديدة بالعلاقة. طبعا الابراج الهوائية ممكن تكون برج الدلو، برج الجوزاء، برج الميزان، وايضا القراءة ممكن تكون عكسية، ممكن انت مجرحة او ممكن هو اللي مجرحك بالكلام، فعندكم هنا انا قلت لكم اكو رجوع للعزاب، عندكم شخص من الماضي راح يرجع مره ثانيه ويحاول يبدا وياكم بدايه جديده، ولكن اشوفك انت البعض من عندكم انتم خلاص هاي العلاقه وقفتوها قطعتوها، فعندكم علاقه جديده، شخص جديد راح يدخل بحياتكم بالفتره الجايه، راح يرجع لكم التوازن والتفاؤل لحياتكم وللعلاقه، خاصه موضوع العلاقات اللي اخذتوا فتره انتم كنتوا كلش متعبين من عنده، فبالفتره الحاليه اشوف انه الرجوع موجود وعندكم بدايات جديدة كلش حلوة على الصعيد العاطفي. يعني بالنسبة للناس المنفصلين المطلقين وينتظرون رجوع، ما اشوف لكم رجوع بهاي الفترة، امركم معلق والبعض من عندكم يعني الامر خلص منتهي، فهاي الورقة ايضا البعض الناس ويا الاوراق اللي ظاهرة يمي ممكن تكون ورقة عمل، ممكن تكونون انفصلتوا بسبب عمل او بسبب حسد وصار الانفصال بيناتكم او الطلاق، الرجوع قاعد اشوفه متأخر، يعني بهاي الفترة ماكو رجوع، الامر بيناتكم معلق، فممكن هاي الطاقة تتوضح اكثر بالتوقعات الشهرية من نقراها والتوقعات الاسبوعية، فتابعوا المطلقين، راح اخلي دائما بكل قراءة لكم مكان بها انزل لكم اوراق اشوف اوضاعكم شلون راح تكون، لانه الامر هنا طالع يمي بالفترة الحالية معلق، فانت حاول تتخلى عن هذا الوضع بالفترة، تتخلى عن فكرة الرجوع بهاي الفترة واترك الامور هي اول وتالي، بعدين راح تكون بصالحك، اكو تفاؤل وتوازن راح يرجع لحياتك ان شاء الله. بالنسبة للمنفصلين والمطلقين توازن راح يرجع، التفاؤل، ويقول لك هاي هم طاقة الصبر، فاصبر وتفائل خير ان شاء الله الامور تتحسن، لانه المطلقين قاعد اشوف الرجوع معلق بهاي الفتره، ممكن بطاقه شهريه الطاقه تكون اوسع وتبين اكثر، او خلي شويه اوضح لكم عليها همين حتى لا تزعلون مني، هل يوجد رجوع المطلقين برج الجدي برج الدلو العفو مثل ما توقعت، شوف رجوع بالنسبة للمطلقين،
حبايبي المطلقين، أشوف إنه عندكم حنين هواية للماضي، أو حتى هذا الشخص ممكن يكون أكو حنين من عندكم أو من عنده، لأن يعني القراءة ممكن تكون عكسية، ولكن أشوف أكو حنين بالماضي، الطاقة المشتركة اللي بيناتكم طاقة الحنين، ولكن أشوف أكو عندكم أطراف خارجية هواية متدخلة بهاي العلاقة، وأكو شخص بالذات كبير بالسن، شخص مسيطر، ممكن يكون طاقة أب أو طاقة أم، طاقة أخ كبير، هذا الشخص أشوف عنده سلطة وهو اللي موقف العلاقة بالفترة الحالية، أو عارض بينكم وبين الرجوع، وهو اللي ممكن يكون سبب حتى إنهاء العلاقة اللي موجودة بيناتكم. فأشوف إنه الرجوع صعب جداً، إذا ما كان مستحيل للبعض من عندكم العلاقة منتهية، وأيضا أكو طرف هو اللي موقف العلاقة وقاطعها، ممكن يكون أب، ممكن يكون أم، سواء كان يعني من طرفك أنت أو من طرف الشريك، طاقة شخص كبير بالسن، شخص متكبر، شخص مسيطر متسلط، هذا الشخص طاقة أب عنده موجودة، هو اللي موقف العلاقة، رغم انه اكو حنين بيناتكم، البعض منكم حتى اكو اطفال بيناتكم، ممكن يكون عندكم طفلين، فاكو حنين، ولكن اكو شخص تخلى، حاول هواية من بعد محاولات، ظل هواية محاول يحاول، اكو عمل كان موجود عليكم، ما دام طلعت هاي الورقة وهاي الورقة، فلا تأكد لي انه اكو عمل بالنسبة للمطلقين، ممكن يكون العمل هو السبب بخراب البيت، وطبعا العمل ممكن يكون مشروب أو مأكول، نوعية العمل اللي عليكم السحر يعني، لأنه هذا يعطيني طاقة أكثر إنه هذا الشخص هو من العائلة، ممكن يكون أب، ممكن يكون أم، وأكو عمل مشروب، هذا العمل هو اللي تسبب بانفصالكم أو حتى تسبب بالمشاكل اللي موجودة بيناتكم وانتهاء العلاقة، ولكن لكم بدايات جديدة إن شاء الله، وإن شاء الله طاقة تتغير، قلت لكم انتظروا الطاقة الشهرية تكون أوسع أكثر، لأن هاي تشمل السنة كلها، فممكن هاي التأخيرات اللي موجودة هسه والوضع يكون هسه مستحيل، ولكن إذا تشافيتوا من العمل اللي موجود عليكم، أو حتى الشريك إذا تشافى من العمل اللي صاير عليه، الرجوع بيناتكم ممكن يعني يكون يعني موجود، لأنه أشوف أكو حنين للماضي، حنين الأيام الحلوة اللي كانت بيناتكم، البيت، للاستقرار العائلي، وأكو اعتذار، أكو شخص لازم يعتذر من بينكم أنتو الاثنين. فالمطلقين كل التوفيق لكم، وبالفترة الحالية الرجوع ما موجود، قلت لكم أكو شخص معارض هو اللي موقف الرجوع، هو اللي رافض فكرة الرجوع تماما، وعليكم البعض منكم الثاني ممكن يكون عليكم عمل، العمل هذا ممكن يكون مشروب أو مأكول، فحاولوا ترقون نفسكم أو تتأكدون من هذا الوضع، لأنه هاي قراءة عامة فما راح تنطبق على الجميع 100% أكيد. بالنسبة للتحديات اللي راح تواجهكم، التحديات اللي راح تواجهك يا برج أدلو، أنه أنت تحافظ على نشاطك، تحافظ على انطلاقتك، تكون صاحب قرار، صاحب عزيمة، لا تحاول أنه تندفع زيادة، رغم انه انت منطلق، يعني اذا اشوفك هنا انت منطلق وما شايف شيء عندك، خلاص انت منطلق، عندك سفر، تنتقل من مكان لمكان، امورك المادية دا تحاول تحسن بيها، تشتغل بدل شغلة شغلتين وثلاثة حتى تجمع مال، التحدي اللي قدامك انه انت تحافظ على امورك المادية، تحافظ على اموالك، تحافظ على نشاطك اللي موجود هسه من بداية السنة، انت منطلق، فالتحدي اللي قدامك انه انت تحافظ على النشاط اللي عندك، الروح، روح السل عندك، روح المغامرة وروح العمل مثل ما نقول، فلازم تحافظ عليها، تسيطر على أوضاعك، لا تخلي أحد بهاي الفترة يحاول يفرض عليك أنه أنت مثلا تتراجع بخطوة تريد تتخذها وأنت متأكد من عدها، رغم هذا حاول لا تستعجل، ولكن حافظ على نشاطك بالعمل، إنتاجيتك بالعمل، حاول تزيدها أكثر، نقاط الضعف اللي عندك هو الكلام اللي رايح جاي، اكو شخص راح يحاول اكو شخص راح يحاول بهاي الفترة انه يحبطك، يحبط معنوياتك، ممكن يحبطك حتى على المستوى العملي، ممكن شخص ينقل لك كلام هذا الكلام غير صادق، ممكن شخص يحاول يخرب بينك وبين احد، راح يكون نقطة ضعفك، فاذا انك لا تنطيها لاي احد،
حاول انه شعورك يكون من راسك مثل ما نقول، يعني انت اللي تفكر بيه، انت سوي اللي انت متأكد منه، لا تاخذ نصايح من اشخاص ممكن يكونون بعدهم ما عندهم النضج الكافي انه هم ينصحون. النصايح اخذها من تاخذها، اخذها من شخص انت واثق انه هو عنده تجارب بالحياة، شخص تستشيره راح يفيدك، لانه قاعد اشوف انه اكو كلام راح يكون رايح جاي، اشاعات ممكن تكون عليك انت، اشوف اكو شخص راح ينقل كلام منك وينقل للناس غيرك، وممكن ايضا انه هذا الشخص يشتغل على تشويه سمعتك او حتى احباطك على المستوى العملي، على المستوى العاطفي، على مستوى حياتك بصورة عامة. اكو شخص راح يراقبك ويظل دائما ينقل كلام عنك، وممكن حتى يحكي كلام بصالحك ما حلو. فلا تخلي هذا الشيء يكون نقطة ضعفك، خلي كل شخص عند حده، ومن تحكي اعرف المن تحكي، وشعورك خليه يكون من راسك مو من احد ثاني. نقاط القوة اللي عندك هي العزم اللي عندك، العناد اللي عندك، قلت لك عندك قوة عزيمة، يعني انت بالفترة الحالية انت منطلق، ماكو احد راح يلزمك. فاشوف انه نقاط القوة اللي عندك انه انت قوي، انت قادر على المواجهة، انت مريت بهواية ظروف، انت ما بقى جرح ما مريت بيه، ما بقى مشكلة ما عديت منها، مريت بهواية متاعب بحياتك لحد ما وصلت مرحلة من بعد ما انت حاربت وتحاربت، صرت قادر على تحمل المسؤولية، قادر على اتخاذ القرارات، قادر على التمسك بالرأي، التمسك بحتى الشيء اللي انت تريد تتمسك به انت قادر عليه، انت قوي. فنقاط القوة اللي عندك انه انت مريت بتجارب هواية، ممكن تكون علاقاتك متوسعة، او حتى يعني عندك تواصل هواية، تتعرف على ناس جديدة دائما، تحب انه شخص ينصحك، تحب تتعلم اشياء جديدة، فهاي راح تكون نقطة القوة اللي عندك انه انت راح تتواصل ويا اشخاص راح يفيدوك بمجال عملك وبمجال حياتك بصورة عامة.